جاء بقى الجمله اللي هو كتبها اللي بيقول لي هي الجمله الوحيده اللي هكتبها في الفيلم. طلعت ايه؟ طلعت حاجه حولت الفيلم باثر رجعي تشوفه بشكل تاني خالص الشخصيه. كتب في الاخر خالص بعد ما انتحر وهو بيموت لما بيقول له المأمور انت بتعيط ليه؟ ما انت اللي عملت كده في نفسك. فقال له لا انا بعيط عشان مش هشوفها تاني. ده عاشق في لحظه هو بيروح فيها خلاص، وهي دي اللحظه الحقيقيه اللي بتبان فيها حقائق البني ادم، بان العاشق. بس العاشق اللي عشقه تحول لعاهة جواه فلخبط له الدنيا وبوظها، فخلى الناس تشوف الشخصيه باثر راجع على انه لا ده ضحيه ظروف، ده نتيجه مجتمع، ده نتيجه كبت في وفي 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 وفي. اتاري الجمله اللي هيكتبها الاستاذ الله يرحمه ويحسن اليه هيبقى لها هذا التاثير في كل في رؤيه الفيلم مره ثانيه. الى اي مدى يتشابه حاتم مع الواقع؟ امين الشرطه حاتم. لحد التطابق من وجهه نظر. لحد التطابق حتى في معاناته. وده اللي كان يهمني في الشخص. هل تعتقد ان حجم الفساد بين امناء الشرطه يصل الى هذه المرحله؟ يعني البعض قال لك ما فيش امين شرطه يعني عنده هذه السطوه والسلطه المتضخمه اللي موجوده في الفيلم، يعني في مبالغه. هل ده موجود في الواقع؟ يعني هل في امين شرطه فعلا يقدر ان هو يبقى الحاكم الامر في القسم بالشكل دوت؟ انا اوافق ان في يعني لما تتناول نموذج فني دايما هيبقى فيه سنة كاريكاتيرية في الموضوع شوية، يعني أقصد هيبقى فيه تضخيم شوية، مش هيبقى هو بنسب، لأني أنا بقدم نموذج هيشوفه كل الناس، فلازم يبقى فيه الفيجر واضح قوي. انما ممكن على مستوى الواقع ما يبقاش بهذا ولا خالد الدور ده كان دور ظابط وبعدين في الاخر قالوا عشان لا يسيء للظباط نخليه امين. لا 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 ما حصلش وانا عايز اقول لحضرتك حاجه ان كتير من الناس لما بتحب تخلص مصلحه ما يروحش رتبه كبيره، يروح لامين شرطه. ليه؟ لان هو علاقه الوصل ما بين فوق وتحت، ما بين الموظف الشارع الجمهور وما بين الرؤساء. حلقه الوصل دي هنا هتلاقي المشكله، هنا المشكله دائما وابدا، هنا المشكله. فسطوته في الشارع، سطوته في الاقسام، ما احنا بنشوف سطوته مش عارف فين، سطوته فين. بس للدرجه دي يعني تفتكر بالدرجه دي؟ لا انا قلت مع وجود نسبه وهي اسمها نسبه بقى الايه؟ التجاوز الفني. يعني في مشهد انا فاكره في الفيلم، انت دخلت بعد ما جابك وكيل النيابه وحقق معاك، انت رجعت على الاسم ورحت قعدت تضرب في كل المساجين اللي موجودين اللي متعلقين على مشهد الحلقة. حلو قوي مشهد جميل. يا انت تعرف انه هنا يا عمرو انا بشيل الالقاب محبه. لا احنا اصدقاء محبة. احنا اصدقاء يا خالد، احنا اخوات. اتصور ان المشهد ده انا حسيت ان هو بيجلد وهو بيجلد، وهو كان كده، هو حتى حركه الكاميرا في المشهد وقعد يقول حاجات غريبه، يقول هو في ايه؟ انتوا مالكم مالي؟ ابعدوا شيلوا، يعني بقى مجنون في لحظه. هو توحد في اللحظه دي انه بيضرب، ما هو اتضرب بره، ما هو اتضايق بره، ما هو تهان بره. انا ما ببررلوش، لكن انا بقول دائما ان القهر بيجي نتيجه قهر. انا مستحيل هبقى نفسيه سويه وغير مقهور واقهر، ما ينفعش. تمت اقواله وتعهد بعدم التعرض ولا يقع تحت المساءلة القانونية. اتفضل انت. اظن مش لازم انبهك، انت عارف القانون كويس. لو بصيت لها بصة بعينيك هقلعك البدلة الميري اللي انت لابسها دي، ويمكن هقلعلك عينيك كمان. اتفضل يا فندم. القهر يجي نتيجة قهر. يعني النهاردة الموظف في الدولة مقهور لما بيقهر راجل مواطن رايح طالب منه خدمة، لأنه يا حبيبي هو عشان شخصيا مقهور، عشان انعكاسا للقهر اللي هو عايشه، لأنه هو شخصيا مقهور. طب مين السبب في القهر اللي احنا عايشينه داخل؟ الجهل. وغير الجهل؟ جهل الناس بحقوقها. أنا لو تقدم لي وأنا قاعد في مكان كوباية الجهل بس سبب القهر؟ أنا عايز أقول حاجة. قول. إن لو المواطن قال لا أنا مش عايز ده مش مستوى الخدمة اللي تقدم لي. هنا بنفى الجهاله. لما يتقدم لي كوبايه ميه مش نفى، لا انا مش عايز.
لما كيلو اللحمه زيد لا انا مش عايز. مش عايز ايه؟ انا مش عايز انا 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 قصدك انا مش هاكل بقى. اه ليه دخل انا هعاقب ليه دخل. والامتناع بالسلب قد يكون اكثر بكتير من التصور الايجابي اللي احنا ممكن نتصوره. ده في جرائم بتحصل بالسلب، يعني الام اللي ما تردعش وهو فعل سلبي صحيح ممكن تموت. ففي لا المواطن، لكن لما يكون الموضوع مرتبط بخدمه مباشره للمواطن، ده واحد رايح يطلع شهاده ميلاد ولا حتى بيطلع شهاده وفاه، يعني ان ارض الخدمه دي انت لازم تقدمها له اللي المفروض تقدمها له ببلاش. احنا لازم نصلح علاقتي بالاخر بالوطن، علاقتي بالاخر بالوطن. انا طول ما انا شايف ان مصلحتي بعيده عن مصلحتك عمرنا ما هنوصل لان احنا نبقى مواطنين في وطن. انا يوم طول ما انا حاسس ان انا لما اخرج كيس الزباله من بيتي احطه بره بيتي ان انا كده عملت اللي عليا، طول ما هي مش نافعه. لو انا حسيت ان بره يهمني زي جوه، اللحظه دي مهمه جدا. انا جيت مره اخدها معايا الشغل. لا يا فندم، لا يبقى في بقى اماكن ده بقى الناس كلها كل يوم بقى شايلين الزباله رايحين الشغل جايين الشغل. انا اقصد احساسي ببره ببره بيتي. طب انت ليه بتحاول نعفي او بتحاول ان احنا نقلل من شان الحكومه او الدوله او النظام في كل ما يحدث؟ احنا نستاهل، رغم ان هم جزء من الموضوع يتحملوا معنا مسؤوليه. احنا نستاهل. ليه احنا نستاهل؟ لاننا ما بنقولش لا. نقول لا ازاي؟ انا بقول لك انا على مستوايا في شغلي بقول لا دايما. ازاي؟ بعمل يا فوضى، بعمل تيتو، بعمل عماره عوبيان. طيب انت في فوضى، وهرجع تاني اللي هي فوضى او شخصيه حاتم، انت بتتكلم على امين شرطه فاسد في مجتمع فاسد، وفي نفس الوقت عملت مصدر سين مهم قوي في عز ما هو بيرتكب كل هذه الموبقات، ورسم لها صوره على الجدران بتاعت اوضه النوم وبيتلصص عليها من خرم اللي فتحه في الجدران، وبيعمل لها عمل بالميه الملوثه بتاعت المعرفش مين، رايح يخش في حلقه ذكر والله حي والله حي. ايه التناقض ده؟ هذا يعني بيعكس شخصيه او شخصيات شفتها في مجتمعنا المصري؟ في تناقض زي ده طبعا. بس هو البني ادم هو ضعيف بيلجا لكل الحلول، يعني هو راح للشيخ وراح للكنيسه برضه وراح الذكر او راح الذكر عمل كل حاجه ولجا للمسح القطر قلت القطر والجو ده. يعني في لحظات الضعف دائما البني ادم اذا ما كانش عنده المتن الحقيقي والمرجعيه ايا كانت هذه المرجعيه اللي يلجأ لها في النهاية، ممكن تبقى مبادئه، ممكن تبقى تربيته، ممكن تبقى دينه، ممكن يبقى الأخلاق اللي تربى عليها، يرجع لها ويمسك فيها هينجو. إنما لما ما يبقى ده ضعيف عنده أيا كانت هذه المرجعية، ممكن بقى يروح لده ولده 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 ويتخبط زي ما شفناه. ليه الدولة أو ليه الحكومة كانت ضد الفيلم؟ أو ليه كانوا دائما بيروجوا لفكرة إن الفيلم ده بيسيء للدولة، بيسيء للحكومة، بيسيء للداخلية؟ النغمة دي كانت سيدة ساعتها ليه؟ هو برضو أنا دراسة القانون برضو خلتني ما أفصلش ما بيني وما بين الدولة، يعني هذا اللفظ وكأني خارج الدولة أنا. لا، هم صنعتي، عشان كده بقول هي المشكلة عندي أنا، لأن هم صنعتي أنا. الدولة اللي موجودة برجالتها بأيا كان صنيعة اللي موجودين، بس لان صنعتي دي بقت النخبه، انا خليتهم النخبه، فبقوا اللي هم بيبثوه كل يوم هو ده اللي بيحصل يوميا. يعني مثلا نظام المرور ده نظام نخبه، لان انا بشوف المصري لما بيروح في اي مكان بيحترم اشاره المرور، مفيش اي حاجه. يبقى هنا احنا ماشيين وغلط، بس انا عايز اجيبها دايما من عندي انا، انا اقول انا اللي مسؤول. انا لو اتقدمت لي كوبايه ميه مش نظيفه مش هشربها، لو تقدم لي اي خدمه من الخدمات مش مظبوطه مش هستقبلها. لازم نقول لا يعني طبعا. بس هي المشكله في ايه بقى يا استاذنا؟ فان هذه النخبه او الدوله دائما بتخليك هي اللي بتشعرك بقيمتك، واعلامك يشعرك بقيمتك برضه. يعني جزء من العملاقه الامريكيه اللي موجوده اعلامها والمعطيات اللي تبثها النخبه في المواطن، والمواطن مش كده. أعظم مواطن خلق على هذه الكرة الأرضية
هو اعتقد يعني من وجهة نظره انا متحيز المواطن العربي غصب عنه لانه بيحمل جينات فيها من الحضارات والزمن ومن الطوطم غصب عنه عامل زي طمي الارض غصب عنه هو 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 رجل ذو حضارة هو تقيل غصب عنه هو قوي غصب عنه قول للناس انتوا كتير يا جماعة انتوا ما بتشتغلوش انتوا بتخلفوا كتير قوي انتوا بتاكلوا كتير قوي انتوا مش نضاف انتوا فرغتوا من قيمته الحقيقية فبقى المواطن ما عندوش هذا الجرأة يقول لا يا جماعة الماء مش نظيفة مش عايز اشرب ماء مش نظيفة في حين ان بنشوف دول تعداد فظيع جدا وعايشين زي الفل وفي نظام زي الفل محطوط لهم فهي هي هي الاداره بس انا دايما بحب اجيبها من عند اللي في ايده التغيير اللي في ايده التغيير مش النخبه اللي في ايده التغيير اللي بيتقدم له الخدمه هنرجع نقول ان هم بقى ما كانوش ضد الفيلم ولا حاجه واحنا احنا ضد نفسنا لا استنى بس احنا ضد نفسنا استنى بس انا عايز عند كلمه التغيير دي واتكلم معاك شويه كيف يتم التغيير ومن الذي يغير وهل التغيير بيتم بإرادة شعبية أم برغبة فوقية؟ لا بإرادة شعبية. إزاي؟ في بلد زي مصر. غاندي عمل إيه؟ في بلد زي مصر. غاندي عمل إيه؟ الراجل محمد يونس عمل إيه بتاع البنك الفقر. غاندي أنا أقصد بالاحتجاج السلبي. تمام. الحاجات دي يا جماعة لها معنى ولها تأثير. المسألة بس محتاجة إعادة تفكير احنا الإرادة والتغيير هيجي من الناس بس الناس يبتدوا يحسوا انه عليهم مسؤولية العيش المحترم انت تنبأت فيها فوضى او قلت في نهاية الفيلم ان التغيير جاي من بثورة شعبية حصل هل تتوقع ده في الواقع كلما تزيد الضغوط عن الحد والظلم عن الحد وتصل المسألة الى اني عايز اقتاتل اللقمة مش عارف لازم هيحصل ثورة شعبية لازم رغم ان التاريخ المصري المعاصر يعني لم يشهد ثورات شعبية يعني يمكن غير ثورة 19 ثوراتنا اصلها ليها طابع مش احنا برضو مش سهلين احنا شعب مش سهل احنا يعيش احنا ممكن نعيش في متر في متر فيش ما عندناش مشكلة بس طول ما احنا عايشين حاسين ان كلنا عايشين متر في متر بس دلوقتي في احساس بالظلم طبقي زايد شوية او زايد قوي عشان كده بقول لابد ان الفنانين الادباء المثقفين الشعراء الكتاب النخبة يبتدوا يحسوا ان البلد في امل والله في امل في امل اذا حصل ايه اذا حس الانسان بقدره واذا حس الانسان انه من اهم من اي مشروع بيتعمل في مصر اي بني ادم مصري البني ادم المصري مين ممكن يحسسه؟ مش الدولة؟ والله انا مش هستنى احترم حالي لما حد يحترمني. ومش هستنى احس بنفسي لما حد يحسسني بيها. ومش هبتدي اخد بالي من احتياجاتي لما حد يقول لي، لا. انا اخد حقي بنفسي. تراجع عن اداء حكومة احمد نظيف. بالنسبة لي يا حب. انت شايف ان تجربة وزراء رجال اعمال فشلت؟ فشلة فشل ذريع. عمارة يعقوبيان بيمثل كام في المية من الواقع المصري الحالي؟ نسبة كبيرة وان شاء الله تتقلص وتخلص. انت بتمثل الدور يا خالد؟ طبعا يعني كنت راسم مين في ذهنك؟ لا في ثلاثة أربعة. في ثلاثة أربعة. هل حصل تصنيف من الدولة ليك على انك انت فنان معارض؟ انا معارض لكل ما هو سيء ومؤيد لكل ما هو حلو. هل الدور اللي انت لعبته في مسلسل بعد الفراق هو دور الكاتب الصحفي رضا هلال؟ كان موجود بوضوح الفكرة. انت هتعمل دور الرئيس الراحل انور السادات في مسلسل تلفزيوني. ان شاء الله في ورق قريب جدا هقراه باذن الله. ربنا يسترها علينا بعد الحلقة دي. Ha ha ha.